الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية مع انطلاقات ومنافسات سن الثنايا مع مسيرة فئة القعدان ومسافة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية المخصصة لهذه الفئة العمرية مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة الباحثة عن كلمة الناموس، الباحثة عن سيارة هذا الشوط تيوتا لاند كلوزر بيكاب، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يحظى بالمركز الأول ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر، جوائز نقدية ثمينة. هنيئا للفائزين في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة وتحديات وانطلاقة هذا الشوط ومع المركز الأول، لنتابع معكم أولى المراكز وأولى التحديات، لنرى انطلاقة وتحديات راقي لمحمد بن علي بن محمد الغفران المري بشعار بن حلفان الحاضر والمنطلق والباحث عن التحديات والفوز بمسيرة وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني التقدم مشاهدين الكرام من قبل مبلش لسعيد بن حمد بن صالح آلف عيده المري المتواجد بشعارة على المركز الثاني. المركز الثالث انطلاقة وقدوم ثالث التحديات، وصل سراب حمد بن محمد بن خزينة المري من يقدم ويمتلك لنا سراب الحاضر بتحديات ثالث المراكز. المركز الرابع شعار بن سفران يتقدم مع المتحد لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. والمركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام من قبل العابر اللي يعبر بهذه اللحظات نحو المركز الخامس ونحو دائرة الأسماء المذاعة، تعود ملكية العابر لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري مع تحديات خامس الأسماء. وخلف الخمس نتابع يا أبو شارب أسماء قادمة آتية بهذه اللحظات تحضر معنا بمسيرة هذه الشعارات، الكل يبحث عن الفوز عن التتويج. نتمنى التوفيق لجميع الإخوان المشاركين بشعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين في هذا المهرجان في هذا العرس والحفل التراثي بتحديات ومنافسات هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. لنعود إلى الثلاث الجميل، لنعود إلى الأسماء إلا الثلاثة الأولى المتقدمة والمتواجدة ومثلث الناموس الذي يضم بأقطاب الثلاثة هذه الشعارات الكبيرة التي نتابعها على الكادر الأعلى بقيادة شعار بن حلفان المسيطر بشعاره على أرضية هذا الميدان، من يقدم لنا مسيرة البداية مع راقي في الموقع الراقي في الموقع المميز في الموقع الاستراتيجي في موقع منال الجميع بهذه التحديات وهذه الانطلاقات. على المركز الأول محمد بن علي بن محمد الغفران المري، المركز الثاني بن فحيد يقدم لنا شعاره مع تحديات مبلش سعيد بن حمد بن صالح آل فحيد المري، يود أن يكون هو السعيد بهذه الانطلاقة وهو المتواجد والمعلن لوجود شعاره بهذه المسيرة مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع مشاهدينا الكرام سراب وسلالة سراب الغنية عن التعريف، تحضر هذه السلالة مع تحديات سراب ومع تحديات شعار بن خزينة بمخزونه القوي، يتقدم مع المركز الثالث ليقدم لنا حمد بن محمد بن خزينة مسيرة هذا الشعار الغرفاوي بحضوره وتحدياته مع المركز الثالث. المركز الرابع من القادم الواصل الحجاج
الفرج، يصل لأول ندى ليتقدم مع المركز الرابع خليفة بن حمد بن خليفة العطية، ليقدم لنا عطاء جديد من عطاءات هذا الشعار لجماهير هذا الشعار، ليقدم حضوره في انطلاقات الكبار، ومع حضور هذا الشعار العابر والمنطلق مع المركز الرابع المركز الخامس يتواجد حبلنا الكريم المتحد لعبد الله بن مسفر بن صفران المري مع المركز الخامس، وايضا خلف المتحد اربعه اسماء قادمه بالخمسه اسماء حاضره في تحدياتها، هنالك الاسماء الخمسه الاولى ارى وتابع اسماء خمسه قادمه للتحدي، قادمه للمنافسه لتحلو المنافسه مع مسيره هذه الاسماء، وصلوها للطلايب وصلوها للطراد مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة بمسيرتها بانطلاقتها، كما نتابع على الكادر الأسفل لقطة جميلة من مخرج هذا السباق ليستمتع المتابع ويتابع أيضا تحديات هذه الأسماء الحاضرة وتحديات انطلاقة هذه الرياضة وهذا الشوط المنطلق. لنعود بحضراتكم، لنعود إلى البداية إلى بن حلفان، كلما عدت النداء وتابع بن حلفان يقدم لنا انطلاق مميز مع البداية ومع المقدمة ومع راقي على المركز الأول، ومع بداية هذا الشوط المركز الثاني نتابع معكم انطلاقة وتقدم مبلش سعيد بن حمد بن صالح آل فهيده المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع معكم القادم حجاج خليفة بن حمد بن خليفة العطية، من يمتلك حجاج يتابع سعيد بن بط الزعبي من يقدم لنا انطلاقاته وتحدياته مع المركز الثالث ايضا حجاج، ضعوا ايضا تحت هذا الاسم خطين وعلامة استفهام من الاسماء الخطيرة من الاسماء المميزة من الاسماء المثيرة. نواصل النداء مع المركز الرابع لنتابع المنطلق والحاضر بتحديات سراب لحمد بن محمد بن خزينة، المركز الخامس الواصل لأول ندى الحاضر مدوخ وصل من حديد بعزم من حديد، ليقدم لنا مدوخ ليبدأ يدوخ الأسماء بقدوم شعاره بحضوره بانطلاقاته بتسلله نحو المركز الرابع، ليتابع مسيرة مع الأسماء الأولى المتقدمة. الله، الأسماء بدأت تظهر بهذه اللحظات وتتضح وتبين بمسيرتها على أرضية هذا الميدان، لكن أمور البداية أمور المقدمة مع الزاحي بانطلاقات راقي على المركز الأول بدأ يرقى من درجة إلى درجة مع تحدياته على البداية وعلى المركز الأول، يبحث عن اختطاف ناموس هذا الشوط بحضوره المميز على البداية. تعود ملكية راقي لمحمد بن علي بن محمد الغفران المري، يلا يا بن حلفان حافظ على هذا المركز، هنالك اسماء خطيرة حاضرة بهذه التحديات، اسماء قوية ترافق راقي بقوته وبتحدياته. المركز الثاني التواتر من شعار بن فعيدة على المركز الثاني، يقدم لنا انطلاقة وحضور مبلش وسلالة مبلش، يا للبشة من هذه السلالة، سلالة عرفت بتحديات وقوتها في الأمتار الأخيرة. يتقدم سعيد بن حمد بن صالح ألف حيدة المري مقدما لنا مبلش، من يحضر ويتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد مشاهدينا الكرام حجاج لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، سعيد بن بطي من يتابع بالتضمير. المركز الرابع أرى وتابع تقدم مشاهدينا الكرام دوغ مسفر بن حمد بن صالح بن حديد المري. المركز الخامس وصول معجز لعبيد بن حمد بن بريك بن الحمر المري، وصل عمدة المضمرين، وصل عبيد بن شينان ليقدم لنا شعاره، ليقدم
قدم لنا التحديات. هذا الشعار بصولاته وجولاته وإنجازاته وتحدياته برفقة هذا المضمر القدير من فطاحلة المضمرين من المحاربين القدامى عبيد بن حمد بن شينان. لكن البداية مع راقي ومعجز راقي ومعجز ولمن الإنجاز يا بن حلفان على البداية وعلى المركز الأول مقدمة لنا راقي على المركز الأول. المركز الثاني وتابع أيضا بشينان شعاره مع معجز. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من فجاج لا خليفة بن حمد بن خليفة العطية وهجاج على المركز الثالث. المركز الرابع عطنا يا البرت المركز الرابع وصل شعار بن ناشفة القادم بتحديات السعدي خالد بن حمد بن محمد ألف حيد الهاجري. المركز الخامس وصول مشاهدي الكرام حالول هجن السعيلية مع أيضا حضورنا مع الكيلو الأخير. لكن العودة إلى البداية. الله يا راقي بالحلفان يلا يا الغفراني. الأسماء قادمة الأسماء آتية لا محالة. فجاج أو حجاج على المركز الأول حضر مع تلاطم الأمواج. ولكن راقي صامت حتى هذه اللحظات مع الحزام الأخضر محمد بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثاني الله هجاج بن عطية يقدم العطاء الكبير. لكن بن حلفان مسيطر على أرضية هذا الميدان حتى هذه اللحظات. السيارة فجاج راقي فجاج باللحظات النهائية. فجاج راقي يصمد. فجاج يحاول بالمنازعات النهائية نحو اختطاف السيارة نحو اختطاف الناموس. ولكن مشاهدينا الكرام حبلنا الكريم هجاج يختطف السيارة الثاني والتبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. ونهني سعيد بن بط الزعبي من تابع هذا الشعار خاطفا هذه السيارة خاطفا الناموس الصباحي. سلام العطية سلام الزعبي سلام على هذا الفوز المستحق وعلى فوز فجاج بالمركز الأول. المركز الثاني وصل راقي وما قصر راقي الله يقول حق مع أيضا محمد بن علي حلفان. المركز الثالث كان الوصول من غبال السعدي لخالد بن حامد بن محمد ألف هيد الهاجي. المركز الرابع وصل معجز العبيد بن حمد بن شينان. المركز الخامس كان الوصول من غبال حالول الهجن السيلية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حبنا الكريم تابعنا المنافسة بهذه الانطلاق وشهد راقي من كان مسيطرا على البداية منذ الانطلاق حتى اقترابنا من خط النهاية وكان الفوز حليفا لهجاج من خطف ناموسي هذا الشوط. 12 دقيقة 30 ثانية 21 جزء من الثانية توقيت مميز بالنسبة لفئة القعدان. التبريكات للخليفة بن حمد بن خليفة العطية والتهلا سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثاني وصراقي 12 دقيقة 32 ثانية 92 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن علي بن محمد غفران المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل السعدي 12 دقيقة 35 71 جزء من الثانية. التاني التبريكات نزف والي خالد بن حمد بن محمد آل فهيد الهاجري.